الرحمن الرحيم. أولا في البداية أود أن أشكر الإخوان عن جريدة السند وموقع الإلكتروني الأزمنة السياسية على هذه البادرة المهمة والتي تستحق التنويه والتشجيع لأنها مبادرة متميزة في مدينة وجدة وأتمنى لها كل التوفيق في هذا الطريق. ثانيا أود أن أشكر مركز الدراسات الذي فتح هذا المجال لمناقشه في موضوعين يهم واقعنا واقع حقيقه الواقع السياسي واشكر بدون خطاب. في مداخلتي اولا اشكر كذلك الاخوان الشبيبات على هذا كل المداخلات التي قاموا بها قيمه وحقيقه أغلب المداخلات حاولت تشخيص المشكل ووضع الأسبوع على مكان خلل بالنسبة للواقع والممارسة السياسية وهنا فقط كنت راغي أن أحذر أحذر للخطاب الذي نود أن نمرره. لماذا؟ لأن استمعوا إلينا الجمهور الحاضر وكذلك الجمهور الذي يمكن عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة لأن من خلال هذا لأن هذا الخطاب يقدر يكون عنده تأثير على المشاركة السياسية. إذا عندنا واحد الفكرة سلبية على المشاركة السياسية غادي بحال اللي راحنا كنساهموا في عدم مشاركة الناس أخرين في العمل السياسي. بالنسبة للتشخيص بالنسبة لي كان أمرين. الأول كان المشاكل المتعلقة بالممارسة السياسية داخل الأحزاب واللي ذكروها الإخوان وهذا فيه حقيقة خلل اللي يطلب معالجة ديال الأحزاب وعلى يعني مستوى قمة الأحزاب. المستوى الثاني واللي بالنسبة لي مهم هو المسألة تاع التربية المجتمع ديالنا في الأسر ديالنا في المجتمع في المدرسة في الواقع انه ما كاينش ديك التشجيع للعمل السياسي وكان معروف انه بالنسبه مثلا الناس اللي شويه في الكورس كيعرفوا بانه كان اللي شارك في السياسه كان يخوفوا من السياسه يحاول يتفرج عليها وهذه دخلت في الثقافه ديالنا انه اللي كيقول السياسه يقولوا لنا علاش نمشي السياسه غادي وهذه تطلب منا يمكن ان نوجدوا لها شي خطاب يكون ايجابي بان السياسه راه ماشي شي حاجه اللي مخيفه ولا مضره بالعكس راه ضروري لان حتى الا ما شاركناش احنا كنشاركوا اذا ما شاركناش راه الناس كلهم غادي يشاركوا بلاصتهم الا ما مثلا ما مارسناش السياسه ما عرفناش راه ديالنا حنا الاخر غادي نديروا داك الشيء كنخليوه للفراغ اللي غادي يستغلوا يمكن الناس شخصين ولا دار ولا شو ناس تعرفوا بصح لا بقيت السؤال ما عنديش عندي غير واحد انه هذه المشاركه السياسيه وهذا التعبير ديال الحزبيه ديالنا هي اللي كتكون بالنسبه لنا كامان بالنسبه للموجات اللي كتوقع مثلا في مجتمع اخرى. حنا هذا التعبير ديال الاحزاب وهذه المشاركه وهذه التجربه اللي تراكمت في هذه السنوات بالنسبه لنا هي اللي خصنا نشجعوها ونجيبوا ناس بغيت يشاركوا معنا في العمل السياسي. اخر كلمه لانه البعض مثلا لانه حتى المشروعيه ديال العمل السياسي بالنسبه للاحزاب مثلا ديال حزبات الانتخابات بحال الانتخابات الماضيه مثلا نقول حتى ديك المشروعيه راه بين قوسين علاج مثلا الحزب اللي خدا مثلا اول مرتبه في الانتخابات الماضيه مشروع بين قوسين بما ان المشاركه كانت جد ضعيفه ما وصلش حتى نص ديال المجتمع اللي شارك يعني حتى ديك المشروعيه ديالو بالنسبه للقرار السياسي راه ما خصهمش. وشكرا زكريا لعدم الله يخليك.